نقص زيارة على الوليدي اليوم كانت حبز اللاعبين، خاصة عندنا مقابلة شوية صعيبة. صدر جات في وقتها إن شاء الله وتكون مربوحة إن شاء الله وبارك الله. وصل اللاعبين هما فني ولاد فاميلا اللي كانوا جروب اللي يعطيهم الصحة، كستاف كل اللاعبين اللي كانوا متفاهمين ونشكرهم على المكان إن شاء الله. خاصة الفوز هما نشكرهم والحمد لله ربي جاب لنا سلامات اللاعبين كلهم ملاح. فيما يخص اللاعبين عندنا لهم منحه اليوم ان شاء الله غدوه يدوها ان شاء الله. نشكر سيد الوالد للزياره تاع الفريق وين عطى دعم بسيكولوجي للفريق، الرئيس، اللاعبين، ستاف تكنيك. بلا كنا ننتظروا هذا الدعم المعنوي لسيد الوالي. ان شاء الله ان شاء الله يكون فيها الخير علينا وعلى اللاعبين وتطمئن كما يقولوا بالعقول تاع الجميع ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله الكلام تاعك مفيد للجميع ان شاء الله. كاع الرجال والارباب العمل تاع مدينه غليزان يعطوا يد المساعده للفريق هذا النادي العريق اللي عنده تاريخ وعنده قاعده جمهور لا باس بها. راه متعطش بنتائج ايجابيه ومتعطش باش يشوف فريق تاعه محترف ذو امكانيات ما شاء الله، ذو امكانيات بشريه ثاني ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تتسدد يتلم الشمل ويديروا ككتله كرجل واحد لانقاذ هذا الفريق من الازمه اللي راهي فيها حاليا. بالنسبه للاوروبريز الحمد لله بدينا بعد راحه تاع يومين باسكو كان ماتش ديفيسيل، كان سفريه ديفيسيل طويلة والحديث اللي صرنا والحمد لله اللي خرج سلامات الصحة تاعنا كاع تاع الجميع الحمد لله. ونشكر الله اللي انقذنا من بلك نقولوا من الموت الحمد لله، شكرا لله. وهذا المكاتب تاع الله. اليوم درنا لاروبيس مع اللاعبين، فهمناهم شوية لا سومان البروغرام تاع لا سومان وش غادي يقرا في لا سومان. دونك سايتي زعما شفنا بعض الثاني اللاعبين اللي كانوا دي بليسي ولاو الفريق ثاني تدريجيا ان شاء الله. عندنا واحد 3 4 سيون ان شاء الله باش نجهدوا اللاعبين من الناحيه البدنيه وخاصه البسيكولوجيكيه باش يربحوا لا كونفيونس باش نقلوا هذه العقده اللي راهي في صدرنا وين اللاعبين اللي عندهم عقده نفسانيه ان شاء الله تتحل هذه العقده هذا السبت ان شاء الله ويكون اللاعبين في فورما في ثقه كبيره في روح جماعيه كيما اليكس هيرير. وباش نفرحوا الفريق الجمهور تاعنا باش نحسنوا الترتيب تاعنا ان شاء الله ونونشيلوا لي ريزيطا باذن الله ان شاء الله.